ما نلومش ديك الولد اللي كتب اولا ديك البنت اللي كتبت، غادي نلوم الوالدين اللي ما عرفوش يربيو فقط. ما كنحملهاش ما عرفتش علاش. اي والله وزعما هي خايبه كيف ما كتشوفوا فريمون معايا غير اللي بصح كنبغيهم وعارفه بصح كيبغوني بتحبيني بحال خويا. فيه التراث ديالنا الطنجاوي اللي هو ما يسمى بالعد الحنه، وكذلك دخلت جميع الجمل الموسيقيه ديالو كتسمعوا تما عازف تقاسيم، يعني ان شاء الله كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ولكن اول واحد اقترحت عليه هو الاستاذ يونس فخر، اقترحت عليه وزاد شجعني كذلك. نبداو باللي زاد شجعتني كثار واللي فحال اللي كنقولوا ما زدتش دورت مورايا، هي المصوره شيماء افيلل. اخترتها بالضبط حيت اول حاجه انا كيف ما قلت لكم عملت العد الحنه، دونك خصني ليكسبيريونس ديالها في التصوير وليكسبيريونس ديالها في مجال العد الحنه، يعني في العراسات اون جينيرال، حيت هي كتعرف ديطاي على ديك لي ديطاي. دابا انا ابسط حاجه عملت العقد ليزر ديك يد الفال ديال الحنه، ركزت على ديك الشيء فما خلاتني بحال كيقولوا غيا ناضي. بالنسبه لانتقادات، الانتقادات ضروري حيت ماشي انا اول وحده، راه اي واحد ناجح الا وكينتقده. وبالنسبه للعاد ويعني مثلا تقول شي واحد كيغني بالعكس فرح عليا، حيتاش في ظرف وجيز قدرت نوصل هاد اراوي الحنه ذكورا واناثا، بالعكس هذا كيدل على نجاح. فبالنسبه للانتقاد كنقولها ونعاودها، ضروري من الانتقاد لكن فقط كنعاودها يكون مؤدب، ولكن ما غاديش نلوم اللي كينتقد بطريقه ماشي مزيانه حيت عندها علاقه بالتربيه. ما نجرحش، وعاد صراحه الانسان خصو يراعي بما انك ينتقدوك الا وعملتي مطعك والا وشغلتي لهم التفكير ديالهم. فقط بالنسبه للعائله حط خط احمر. فمؤخرا التجأت للقانون وماشي يعني نيش انتصلت يعني بالمحامي، فاذا به اتصلت وديك ساعات بها يعني تكلمت مع الوالد ديالي شخصيا، حيتاش انا بعد حيت مي غادي يهضروا على سلمى غادي يهضروا على سلمى، وليني مي غادي يهضروا على الوالدين راه تما عصمة وعفرة، حيت ماشي الاب ديالي ولا الام ديالي بوحدها. كتجبر الناس في لي كومونتير بواحد القباحة بواحد، انا ما تعلمتش هيدا، فما نلومش ديك الولد اللي كتب اولا ديك البنت اللي كتبت، غادي نلوم الوالدين اللي ما عرفوش يربيو فقط. بزاف والله انا فرحان اليوم حيت كاين في اللونسمون ديال سلمى فيديو خطير، داكشي مزيون، صوت واعر بزاف، خدمه لد ليكيب اللي خدم معاها مزيون بزاف والله. لا الناس لا لورغانيزاسيون داكشي خطير بزاف. انا فرحان حيت اليوم كنت من الناس اللي جيت وشفت هادشي وحضرت عليه ومن لي زانفيتا ديالو عن قر ماشي عن بعد. والله انا فرحان بزاف والله، شكرا بزاف. الله يكبر بك شرف ليلي. انا صراحه افتخر حينما ارى عملا مفيدا وعملا قيما سواء كان من سلمى او من غير سلمى. كل عمل كان مطبوعا بالاتقان وكان مطبوعا بالجديه ومطموعا بالقيمه المضافه فما علينا الا ان نصفق له كيفما كان هذا العمل من اي انسان. كان العمل ناجح جدا، اهم حاجه ملي كيكون العمل فعل خير ديما كيكون ميسر. هذه واحد النقطه قويه، ان ملي كيكون واحد الشخص باغي يخدم واحد التراث واحد ما عنده شي اغراض سافيه، يعني اغراض انه المحافظه فسبحان الله الطريق كتكون سهله. النصيحه اللي كنصح سلمى هي تبقى ديما راقيه، ما تنزلش من المستوى
ديال اي حاجه طلبت منا مثلا لا عملنا هذه لا انا هاش كنعمل مثلا كيف ما كنت انا في واحد الوقت كيقول لك مثلا غني الشعبي يقول والله انا ماشي مطرب الشعبي انا كنغني انا والسامع الصوفي اللي بغاني في هادشي مرحبا اما شي حاجه علاش ماشي الدومين ديالي كذلك النصيحه اللي كنصح سلمى هي انها تبقى في هذا لان علاش المسار اللي اتخذته راه غتجبر الحاقدين بزاف غتجبر المنافسه الفارغه علاش لان فاقد شيء لا يعطيه سلمى اولا انا ما كنعرفهاش الا كنعرف جده فهمتي سمعت شنو اللي كنعرفو انا وقيل قبل حتى ما تخلق هي سي عبد الودود الاب ديالها بحال الاخ ديالي يعني كنعرف انا العائله وكنعرف يعني عندي علاقه واحد العلاقه زوياتيه اكثر من العلاقه العائليه يعني كاين واحد دم روحي بيناتنا فبما انها عندها واحد السلسله روحانيه ذهبيه صدقه محافظه عليها بعكس الناس اخرين اللي يقدروا يعملوا اللي بغاو هذاك شغلهم لان الناس يمكن نسميهم متطفلين او باغيين يدبروا على راسهم ولكن ملي يكون عندك واحد سلسله ذهبيه روحيه خصك جوج حاجات يا اما تكمل يبقى داك النيفو عالي او مشي مع تصير وهذه اسهل حاجه تمشي مع تصير تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.